يا صباح الخير يا صباح السعادة عليكم، كل سنة وانتم طيبين. طبعا بكرة أول يوم رمضان، لما بنقول رمضان بنقول التسامح والرضا. خلينا نبدأ في موضوع حلقتنا وبعد كده نتكلم عن رمضان وشهر رمضان المبارك. النهاردة بنتكلم عن الديكور والتشطيبات. الديكور والتشطيبات عالم كبير جدا وعاوز صبر كبير جدا. معانا ومعاكم النهاردة الباشمهندس أحمد الريان. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ عايزين حضرتك في بدايتنا تعرفنا شركه حضرتك. تمام. وايه اللي بتشتغلوا فيه؟ الاول حابب اهني حضرتك وحابب اهني امه المسلمين كلها. كل سنه وحضرتك طيبه ومشاهدين حضرتك طيبين ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله السنه دي تكون يعني احسن من سنين عدت كتير ان شاء الله باذن الله. تمام. احنا التيتيود 360 جروب من التيتيود لندن. احنا اصلا الهيد اوفيس بتاعنا في لندن، عندنا مكتب في الامارات، عندنا مكتب في البحرين، في السعوديه، ودلوقتي زودنا استثمارات كتيره جدا في مصر، وابتدينا في مصر اكتر من سنتين، فالحمد لله فتحنا سوق كبيره جدا، وان شاء الله يعني عاملين باقات وعاملين خدمات تفيد كل طوائف الشعب المصري، لان احنا عندنا اكتر من 10 باقات ويناسبوا جميع المساحات. على قدها الايام دي فعاوزين مساعده بمعنى اخر. لا ده احنا في الجزئيه دي بالذات احنا عاملين كمان نظام الاقساط من غير فوائد عشان نساعد الشباب. ممتاز. احنا الشركة الوحيدة اللي في مصر كلها اللي عندنا نظام الاقساط من غير فوائد والتقسيط مباشر مع الشركة مباشرة، من غير تدخل اي بنك ومن غير اي فايدة خالص يا فندم. جميل جدا. تمام. استاذ احمد، حضرتك بتقول بتشتغل في كل البلاد وكل المحافظات. تمام. اكيد كل واحد وليه ذوقه في الديكور. بالظبط كده فندم. طب الاسعار بتفرق برضو في الديكور؟ يا فندم، يعني في بعض الحاجات، يعني زي ايه مثلا؟ احنا عندنا انواع او الاشكال بتاعه الديكوريشن بتبقى في كلاسيك وفي سيمي كلاسيك وفي مودرن وفي سيمي مودرن وفي يوناني، يعني على حسب العميل محتاج ايه بالظبط وايه اللي بيريح عينيه وايه الرسمه اللي هو حاببها. يعني احنا كمان بنسهل على العميل جدا ان هو لو جايب صوره معينه وعايز ستايل نفس الستايل دوت، بنقدر ان احنا نوفق له ديكوريشن جديد او رسمه يعني جديده. يعني الصوره مش لازم تكون من خلال شركه حضرتك، لو صوره خارجيه جابها وعاوز نفس التصميم. بالظبط. احنا عندنا مكتب فني فيه اكتر من 21 مهندس هنا موجودين في مصر، خاصين فقط بس بالتصميمات فقط، واحنا ان شاء الله باذن الله يعني بنتوسع في مصر. عندنا دلوقتي 3 فروع، وان شاء الله على انتهاء 2022 هيبقوا 5 فروع ان شاء الله باذن الله. تمام. استاذ احمد، برضو عايزين نعرف حضرتك ازاي بدات مشوار الديكور والتصميم والشغل في العالم. هو يا فندم والله يعني فكره التيتيود لندن، لما سافرنا لندن طبعا انبهرنا طبعا من فكر مستر ستيفن في التيتيود لندن. هناك هم هناك عندهم مصنع المنيوم ومصنع زجاج، فبالتالي هم بيشتغلوا في الواجهات، حتى هم مشاركين في البرج الايقوني اللي في العاصمه الاداريه مع الشركه الصينيه، فبالتالي هم عندهم شغل كبير جدا. هم حبوا ان مصر، لقوا مصر بلد استثمار وبلد خصب للاستثمار، فعرضنا عليهم الفكره، وطبعا تحت القياده السياسيه اللي موجوده في مصر، فالامور يعني كويسه جدا لجذب الاستثمار الاجانب يعني في مصر، فالحمد لله طرحنا الفكره وقدرنا الحمد لله ان احنا نتعاقد يعني. ممتاز. والحمد لله يعني انشانا الشركه في مجال الديكور. كام سنه يا استاذ احمد خدتها؟ لا، هي الخبرة عامة في مجال الديكور عامة تتعدى 20 سنة، لأن الموضوع هو بص عاوز صبر، وكل يوم بتكتشف أكتر وكل يوم بتعرف حاجات أكتر. طبعا طبعا عاوز صبر كبير جدا. لا محتاج صبر كبير. احنا بنعمل كمان، بنخلي فيه مهندسين لكل عميل، 3 مهندسين من المكتب الفني ومهندسين التنفيذيين والاشرافيين 3، وبنعمل جروب على الواتساب بيتابع معانا العميل واسرته كلها بالكامل بتتابع معانا، بحيث كل واحد يختار اللون اللي حابه الغرفه بتاعته والديكور. لان بتحصل برضو مشكله ما بين اهل العروسه واهل العريس، احنا عاوزين الديكور ده ودول بالزبط. عايزين الديكور ده. ده احنا كمان عندنا شوروم بيجي فيه اهل العريس واهل العروسه، وكله بيتفق مع بعضه بحيث يعني نريح كل الاطراف، وكل واحد يعمل بيت حياته بالطريقه اللي هو عاجباه، يعني اللي في النهايه هو اللي هيقعد فيه وهيرتاح نفسيا فيه. بالظبط كده يا فندم. بالظبط كده. طب الديكور بيأثر على مساحه البيت، تضييق، توسيع، كل ده؟ تمام. هو انا خليني اقول لحضرتك حاجه في الجزئيه دي، ده سؤال مهم جدا وسؤال كويس يعني. تمام. ايوه حضرتك، اللي بيفرق من شركه شاطره او مهندس شاطر او شركه على قدها شويه، فكره المساحه. طالما في مساحه، اللي بيعرف يستغل المساحه كويس هو ده اللي بيفرق شركه عن شركه تانية. لكن المساحات الصغيره هي اللي بتبين الباشمهندس الشاطر قوي. فعلا. فبالتالي لا، احنا عندنا فكره المساحه ما عندناش فيها مشكله في العين، فاحنا الشركه من الشركات القليله قوي اللي بتعرف تتعامل مع المساحات الضيقه في مصر يعني. لان احنا كمان شغالين، مش شغالين ريزيدنشال فقط، لا احنا شغالين كوميرشال كمان. معانا شركات وبراندات كتيره قوي بنشتغل معاها يعني. تمام. بس لازم حضرتك بس ناخد فاصل صغير ونرجع مره تانية. اتفضلي يا فندم. فاصل بسيط ونرجع لكم مره تانية.
ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين عن التشطيب والديكور. طبعا الباشمهندس احمد كنا قبل الفاصل بنسال الديكور بيأثر على المساحه او يعني مساحه ضيقه واسعه بيأثر عليها؟ لا يعني على لو المهندس شاطر احنا عندنا مكتب فني بيدرس المكان كويس بيشوف الالوان بتاعته، فاحنا بنستخدم الالوان الفاتحه علشان خاطر نكبر في المكان حتى لو كان صغير، ده بشكل علمي يعني. تم اطراح الشباب. لا طبعا الشباب طبعًا. هم اللي طالع يا فندم القسط عندنا من غير فوائد بنكيه خالص يا فندم، يعني الشركات اللي بتقول من 13 ل 27% في السنه انا شايف ان هو حرام وكتير وظلم يعني. فاحنا عندنا من غير فوائد اطلاقا، ده كمان مبادره مننا للمساهمه مع الشباب المصريين يعني. حضرتك بتقول لي بيتم تدخيل العميل في جروب. تمام تمام، يعني انت عندك وقت انك تدخل العميل في جروب؟ طبعا يا فندم احنا عندنا كل واحد وفكرته وكل واحد ورايه، انا اختلفت على ده اختلفت على ده، فبتبقى تمام. احنا عندنا ناس متخصصين لارضاء العميل. تمام، يعني ممكن يكون مع العميل اسبوع اتنين تلاته اربعه لحد ما العميل يختار الرسمه ال 3 دي ماكس اللي يرتاح لها، وبعد كده بنبتدي التنفيذ على طول. لا احنا عندنا ناس متخصصين في الجزئيه دي يعني، ممتاز. ودارسين تنميه بشريه على اعلى مستوى علشان خاطر حتى لو مهندسين عشان خاطر يقدر يسمع من العميل بشكل كبير يعني ويكون في ارتياحيه يعني. جميل جدا، نصيحتك لبشمهندس صغير لسه مبتدئ؟ يبتدي في برامج الرسم الاوتوكاد وال 3 دي والريفت، يعني في برامج كده مهمه جدا لازم يبتدي فيها علشان يقدر يكون شاطر يعني، بس يشتغل على نفسه اكيد اكتر ما يقولش يعني. ان هو باشمهندس وخلاص من غير ما يدرس كويس. لا 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 لازم يشتغل بايديه، لازم يشتغل بايديه، لان لو ما اشتغلش بايديه هيفوته حاجات كتيره أكيد جدا اكيد يعني. بلاش اللي هو ايه يعني اعمل ده واعمل ده وانت قاعد مكانك، لا انزل واشتغل. بالظبط كده يا فندم. تمام استاذ احمد، برضو خلينا نتكلم عن الديكور شويه، هو عالم الديكور ما بيخلص. تمام، فانا دلوقتي اخترت ديكور او انت صممت لي ديكور ما عجبنيش. تمام، بعد ما شفته 3 دي وتمام وافقت عليه، جت الدربايه كده قلت لك لا مش عاجبني غير. تمام، طب ايه المشكله دي؟ ولا اي مشكله يا فندم، احنا بنعدل للعميل زي ما هو عايز خالص، وممكن نغير له الرسمه في الاخر تاني خالص. الفكره ارضاء العميل عندنا رقم واحد فقط. ممتاز. ليس شيء تاني خالص، وده اللي عامل لنا سوق كبير الحمد لله في السوق المصري يعني. احنا معانا صور حضرتك برضو بتتعرض، يا ريت تعقبلين عليها. دي شغل الصور ممتاز. موجوده. احنا بنشتغل كوميرشال وريزيدنشال، فده يعني الحمد لله من الشغل بتاعنا. كل ده طبعا بيكون مرسوم في الاول، دي حاجات ريل. تمام، على ارض الواقع. وكمان في صور تانية برضو موجوده. احنا كمان بنصمم حتى كمان الابراج في الرسم بتاعنا بحيث يكون الفيو مفتوح خالص. تمام، مع الازاز العاكس بتاعنا، مع استخدام زي ما احنا شايفين هنا الاساس عندنا هنا مودرن، ما فيهوش سيمي مودرن خالص، بس هو مودرن مايل لليوناني شويه. عندنا هنا برضو الغرف بتاعه الاطفال البنات بنصممها برضو على اعلى مستوى. جميل. فبالتالي يعني يعني بنعمل ميكس كده لطيف كده. لا وده بس برضو ما شاء الله، يعني شغل زي ده اكيد بياخد وقت ومجهود منكم. هو بياخد وقت ومجهود، بس زي ما قلت برضو لحضرتك احنا بنحب يكون في رضا للعميل بنسبه كبيره جدا عشان نقدر نخليه يعني دايما يختارنا ودايما احنا نكون رقم واحد، وده اللي ميزنا في السوق عن اي شركه تانية يعني. اهم حاجه ثقه العميل. طبعا طبعا، لان ده رقم احنا واحد. بالبلدي بنقول العميل بيجيب عميل وبيجيب عميل. بالظبط كده فعلا فعلا فعلا، وده ناجح جدا في مصر عشان كده احنا ماركتنا في الجزئيه دي يعني، فالحمد لله وناجحين فيها ومستمرين ايه ان شاء الله. ايه رايك حضرتك في جمله العميل دايما على حق؟ طبعا طبعا العميل دايما على حق. ايوه بس انا عملت لك شغلك وعجبك في البدايه. بس حضرتك انا حتى لو عملت شغل وعجبني في البدايه وبعد كده جيت غيرت رايي، معلش انا من حقي اغير كعميل رايي مره واثنين وثلاثه، لان ده مكان انا هعيش فيه طول حياتي. أكيد. فمن حقي ان انا حتى لو اخترت حاجه او اتسرعت فيها ممكن اغيرها تاني، مفيش اي مشكله. تمام، احنا معانا المستشار احمد. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا فندم انا عايز اشترك مع حضراتكم فيما له علاقه بالتشطيبات والديكورات، المدرسه الحديثه في الديكورات والتشطيبات، ووجهه نظر المستهلك حاليا في انسب الخيارات بالنسبه له اللي بتحقق له افضل نتيجه. تمام، طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين الاول. وحضرتك بالصحه والسلامه يا استاذنا. ورمضان كريم. الله اكبر. والله يا فندم انا كنت كان ليا وجهه نظر. تمام. تمام. في ان العميل دلوقتي بيدور على المعدل اللي اتحقق له اربع عناصر مهمه. العنصر الاولاني ان هو يلاقي المكان اللي يوفر له افضل كفاءه، افضل كفاءه في تنفيذ مساله الديكورات والتشطيبات. تمام. والعنصر الثاني ان هو يقدر ان هو يكسب وقت، لان صعب جدا دلوقتي ان حد يلاقي وقت يقدر يقف مع الفنيين اللي بيقوموا بالتنفيذ. اكيد. والعنصر الثالث ان هو يلاقي المكان اللي بيوفر له القيمه مقابل السعر، ودا
وده طبعا اكيد مطلب كل الناس بتدور عليه. والعنصر الرابع اللي المكان اللي يقدر يوفر له طريقه واليه السداد المناسبه ليه. تمام حضرتك، تمام، نشكر حضرتك على المداخله الجميله دي حضرتك. طبعا هو اتكلم في نقط مهمه جدا. اكيد. بص حضرتك، انا لو عميل النهارده وجاي اتعاقد مع الشركه، فاكيد زي ما ذكر سياده المستشار الكام نقطه اللي هو ذكرهم، طبعا هو بيدور على الجوده، بيدور على ان في حد يشرج على العمال بشكل كويس، أكيد. بيدور على التصميم وعلى افكار التصميم والكلام ده كله. يعني من الاخر مش عايز يشغل نفسه بجزئيه، لا هو عايز يوديها للناس اهل ثقه، ومش ما يشغلش نفسه بالجزئيه دي بشكل كبير. فاحنا بنوفر الكلام ده طبعا لكل العملاء ايا كانت مساحه اليونت بتاعته ايه، احنا بنوفرها لكل العملاء بتوعنا. جميل. يونت كبيره يونت صغيره ايا كان، بس ممتاز. فما يقلقش خالص يعني سياده المستشار. طب ايه راي حضرتك برضو في العميل اللي بيدخل يقول لك ايه السعر كام؟ طب شوف العروض الاول. تمام. لا انا عاوز اعرف السعر. ما عندناش اي مشكله خالص، احنا عندنا مكالمات يوميا يعني كتير جدا، ما عنديش مشكله، لان هو حضرتك انا بيبقى يعني حاجه كويسه جدا ان هو يعرف السعر بتاعي، لان انا العميل اي حد بيتصل بيعرف ان انا بشتغل من غير فوائد، انا الوحيد اللي في مصر بشتغل من غير فوائد، فبالتالي حضرتك هو هيرجع يكلمني تاني، لازم هيكلمني تاني. انا الكول سنتر عندنا اول قبل ما بيقفل مع العميل بيقول له حضرتك شفت السعر بتاعنا، حضرتك كلم بقيه الشركات، اعمل ريفرنس وحضرتك هتكلمني تاني يا فندم. واثقين من نفسكم طبعا يا فندم، طبعا اقل سعر في السوق واعلى جوده يا فندم في السوق، بس بحجم استثمارات اكتر من 28 مليون، فالتيتيود جروب يعني مشهوره في العالم كله يعني. مش في مصر بس يعني. حضرتك بقى لك في المجال ده كتير جدا. طبعا، هي يعني من زمان يعني ما من ايام ما كنت طفل يعني، فاشتغلت بايديا ولحد دلوقتي الحمد لله يعني بنشتغل بايدينا، احنا ما بنقولش لا في اي حاجه، لان العميل بيحب كده يعني. كل واحد مش فكره ان انا مثلا موظف او مدير في يعني شركه. حضرتك ما بتحبش المكاتب بقى اقعد على المكتب و لا خالص، هو وقت المكاتب ليه وقت معين، بس اللوكيشن اهم حاجه، الموقع اهم حاجه الخاص بالعميل. العميل هيبقى مهتم جدا وهيبقى مبسوط قوي لو لقاك مدير مثلا في فرع او مدير في شركه ونازل بتشرج على الناس بنفسك. طبعا. دي حاجه محترمه جدا يعني. لا وبيثق فيك اكتر. طبعا طبعا. يعني المدير نفسه بيشتغل في شغل في الشقه بتاعتي او في بيتي. طبعا. فدي حاجه بتبقى ممتازه جدا. بالظبط كده، ولازم ابص عليها بنفسي، وهم بياخدوا مساحات برضو بشرج عليهم، ودايما بتابع بشكل يومي يعني. بس جميل حتى جدا. الموبايل بتاعي ما بيفصلش والله يعني الحمد لله يعني. التواصل مع العميل حضرتك بيبقى ازاي؟ يعني عشان نتواصل مع العميل بيبقى ازاي؟ العميل بتاعنا بعد ما بيتصل بينا بنقدر نحدد معاه ميعاد، وبعد ما بنحدد معاه ميعاد بننزل معاينه الناس من المكتب الفني عندنا، عربيه من عربيات الشركه بتنزل. المكتب الفني بيجي بالمقاسات بعد ما رفعها بالمتر الليزر، فبيبتدي يجي الشركه وبيقعد مع العميل بيشوف هو حابب انهي نوع وانهي ستايل يقدر يناسبه في حياته هو وشركه حياته. على حسب برضه بيته يعني، على حسب مساحه بيته. طبعا احنا بنقترح عليه رقم واحد، بس في عميل حضرتك بتقترح عليه بس هو عايز يعمل حاجه معينه. في عميل ما بيقبلش الاقتراح. بالظبط. فاحنا بس احنا للامانه لازم بنقترح عليه الاول، بس في الاول وفي الاخر بننفذ له اللي هو محتاجه واللي هو عايزه، لان ده بيته، ده كيانه. أكيد. فبالتالي ما نقدرش احنا نفرض عليه حاجه، احنا مجرد بنقترح فقط لا غير. ماشي يا باشمهندس، برضو انا شايف ان الديكور ده مش هيناسبك. تمام. الديكور ده لو عملته انا هيبقى بصمه في تمام. حياتي انا. تمام. انا علشان اقنعه برسم له 3 دي ماكس، بنقله على ارض الواقع، حتى لو شاء على الطوب الاحمر، فبنقله على ارض الواقع بقول له يا فندم على ارض الواقع هتبقى كذا وكذا وكذا وكذا، فبالتالي بيقتنع على طول بعد ما بنرسم يعني. بس الحمد لله ده فضل من ربنا حضرتك يعني. عندك صبر وعندك خبره. طبعا ده انا والفريق الفريق بتاعي كله الحمد لله يعني فضل ربنا يعني. ما شاء الله عليك. الحمد لله. خبره برضو بقى لكم كام سنه؟ احنا بقى لنا سنين قبل يعني بره مصر اكتر من جوه مصر كتير جدا يعني. اكيد. الحمد لله. باشمهندس احمد، في كل بدايه لازم تلاقي صعوبات. تمام. واكيد شركات منافسه كتير جدا. تمام. فازاي بتتعامل معاهم او ازاي بتتعامل؟ بالعكس، دي اسهل حاجه في الدنيا ان في شركات منافسه، واحلى حاجه في الدنيا. تديك الثقه زياده. طبعا يا فندم، لان كل الشركات بعد التضخم وايا كان الازمات الاقتصاديه اللي بتحصل طبعا بسبب اللي بيحصل في العالم، فاحنا برضو لسه ستيل رقم واحد بالنسبه للاسعار وفي الجوده. ليه؟ لان احنا يا فندم مش بنكسب من العميل، احنا بنكسب من المصنع اللي احنا بنشتري منه. لان مهما كانت الشركه المنافسه هي مش بتشتري قد ما احنا بنشتري، الشركه المنافسه ممكن تشتري بمليون باثنين بثلاثه، احنا بنشتري ب 12 ب 14 ب 16 مليون ممكن منتج واحد. فعندنا كمان المخازن اللي تساع الكلام ده. بتتعاملوا مع شركات؟ طبعا يا فندم. طب دلوقتي العميل عاوز مثلا يجيب حاجته بنفسه. تمام.
طب ما انا ما يعرفش في الخامات او عندنا، الجودة ولا ما يعرفش لا اي حاجة. احنا يا فندم بيبقى عندنا فريق متخصص في الشوروم من الناس مهندسين المشتريات، بيقعد مع العميل بيوضح له الفرق بين البراند ده والبراند ده والبراند ده. مش عايز اذكر بس امثله علشان خاطر البراندات يعني تمام. والحلقه وكده، تمام؟ بس بيوضح له الفرق بين كل براند والتاني، وساعتها هو بيختار البراند اللي هو عايزه حتى لو مش هيتعاقد معانا. بس دي احنا أكيد. بنعملها خدمه للمواطنين يعني، علشان ما حدش عشان يبقى فيه زي ايه، بنعمل زي حمله توعيه كده علشان يقدر مثلا يختار الشركه اللي هتناسبه، فيبقى عارف كل الخامات والماتيريال اللي هيشتغل بيها ممتاز. بس وباسعارها وكل حاجه يعني. بس العميل برضو معلش خلينا نقول بيدور على التكلفة البسيطة اللي هي على تمام قد جيبه بمعنى أصح. تمام فوائد من أول باقة لحد آخر باقة عندنا، فده ما عندناش فيه أي مشكلة خالص يعني. بيكون في عقود ما بين الشركة والعميل؟ طبعا يا فندم، عقود وضمانات أكتر من 10 ل 15 سنة على الخامات وعلى ضمان على المصنعية. الديكور؟ إيه يا فندم؟ ضمان طبعا للديكور يا إن فندم، شاء الله. ضمان على الديكور وعلى المصنعيات وعلى الخامات كمان، لأن أنا ممتاز بشتغل مع براندات عالمية، فاستحالة هجيب يعني خامات مش هتكون كويسة يعني. اكيد. اه اكيد. تمام. اصل العميل دايما بيقول لك ايه، انا هعمل على قدي وبعد كده ابقى اعمل مره تانية. لا لا طب لا ما لا انت عملت في الاول اعمل بقى بالمره. بالظبط كده، عشان كده احنا بنهتم بالبيزكس اكتر، وبعد كده هو لو عايز يطور حاجة قدام بنقدر برضو نفعله الجزئية دي. تمام. بس احنا قلنا نصيحتك للبشمهندسين اللي لسه صغيرين، تمام يقول بقى نصيحتك للعميل اللي تمام دايما بيجري على السوق تمام المصري والاسعار الرخيصه والكلام ده كله. هقول له لو انت يعني هتيجي تشطب شقتك او هتشطب مكانك او ايا كانت اليونت بتاعتك حتى لو كوميرشال، اهتم بالبيزكس، اهتم بالتفاصيل الخاصه بالبيزكس اللي هي تحت تمام. السيراميك وورا المحاره والكلام ده كله، لكن اي حاجه تانية ممكن في المستقبل تتعدل، لكن البيزكس اهم حاجه عندنا في شغلنا يعني. بس اكيد اكيد لازم طبعا، لان في شركات بتهتم بالفينش وبتسيب البيزك يعني، فبعد شهر او اتنين بيحصل دروب كبير يعني. فعلا بيحصل كتير جدا، بالظبط. وخصوصا العميل يقول لك ما انا قلت، طب انا قلت لك من البدايه اختار صح، تمام، بعد كده ما تجيش تشتكي. بالظبط كده اكيد. بالظبط. حضرتك برضو يعني الوقت اللي بتاخدوه قد ايه؟ يعني اكيد محافظه عن محافظه بتفرق في الوقت. طبعا لا، بس احنا عندنا بنشتغل في اجمالي المحافظات بنفس الطاقه بتاعتنا، احنا بنسلم الشقه في خلال 3 شهور او 3 شهور ونص، وعلى حسب برضو الجزء المادي اللي مع العميل. في عميل بيدفع جزء كبير فبيخلص اسرع، في عميل تمام. بيدفع يعني على 40%. حسب دفع العميل. بالظبط كده يا فندم، هو حسب ممتاز. احتياجاته هو احنا بنقول للعميل احتياجات حضرتك ايه، واحنا تحت امرك بنشتغل في اي وقت يا فندم. طب جميل جدا. بس برضو انا نرجع في مساله الوقت، تمام، دايما العميل المتسرع عاوزك تخلص شغله بسرعه، تمام، فانا عاوز اعمل لك حاجة يعني تليق بيتك وتقعد مرتاح فيها. بالظبط. فلا انا عاوز بسرعة. بص بتعمل لك حضرتك، مشكلة دي كبيرة. طبعا في حاجات بنقدر نعملها بسرعة، بنستخدم اساليب حديثة علشان نقدر مثلا عندنا حاجة مثلا حيطان هتتعمل معجون، الكلام ده لازم بتاخد وقت شوية في الصيف عن الشتاء، لأن برضو فرق الفصول بيعمل مشكلة في التشطيبات. أكيد. في الشتاء بياخد وقت أكتر، في الصيف بياخد وقت أقل، تمام. فبالتالي نستخدم تقنيات حديثة وأجهزة حديثة عشان خاطر نخلي سرعة الامتصاص تكون داخل الحيطة بشكل أسرع يعني، فده ما بيسبب لناش مشكلة خالص يعني، الحمد لله. أكيد. احنا برضو معانا صور لضابط محمد، ده يا ريت يا جماعة لو تعرضوها معانا. الضابط محمد ده نشوفه بس، اتكلمنا عنه لحد ما تيجي الصوره، لان لا يعني هو احنا بنسميه معنا. عندنا في الدايره بتاعتنا في الهرم وحدائق الاهرام اللي هو فرع حدائق الاهرام، الضابط الانسان يعني، بيساعد الكبير والصغير وكل، احنا عندنا هناك شركات كتيره قوي، فاحنا بصراحه يعني تحت قيادته وتحت قياده رؤسائه بصراحه عامل طبعا شغل عالي جدا جدا جدا، وموفر لنا الامان وكل سبل الامان في الدايره بتاعتنا بصراحه، وبنشتغل بشكل محترم جدا ودايما في امان يعني، المخازن بتاعتنا حتى لو سيبناها مفتوحة ما بنقلقش من أي حاجة خالص يعني. ممتاز. إنسان أمين وصادق ومحترم جدا يعني. معانا صورة تانية لو سمحتوا تعرضوها. الضابط اللواء. لواء رفيق رأفت عرفات، مساعد أول وزير الدفاع. أنا بعتبره الأب الروحي ليا، هو اللي وقف ودعمني وتعلمت منه كتير جدا، وإداريا أكتر من أي حاجة تانية، هو إنسان شاطر جدا، وأنا دايما بفتخر إن أنا كنت في يوم من الأيام خدمت مع سعادته، فبالتالي يعني يا رب يا رب دايما كده في مزيد من النجاح والتألق، وحابب أوجه له رسالة أقول له كل سنة وحضرتك طيب كده، وإن شاء الله كل سنة في نجاح أكتر عن السنة اللي قبلها بإذن الله يعني. جميل جدا. بس كل واحد ليه برضه يعني فضل على مش فضل على حضرتك، مساعده ساعدك بيها، او تمام. بمعنى صح تشجيع. تمام. التشجيع ده بنعتبره فضل كبير طبعا. تمام، هو فضل كبير طبعا من ربنا، بس دايما اقول يعني انا عندي زوجتي ووالدتي هم دايما اللي سبورت معايا،
وزوجتي كمان بسبب ان انا بيبقى عندي شغل كتير وسفر كتير، فهي أكيد داعمه ليا بشكل كبير مستحملة يعني. كتير، اه طبعا يعني، أكيد فحابب مستحملة اوجه جدا. لها الشكر من خلال برنامج حضرتك. أكيد وطبعا القيادات بقى اللي انا اشتغلت معاها الحمد لله علموني بشكل كبير جدا، وخاصه اللي هو رفيق بصراحه يعني، هو بمثابه كان والد لينا كلنا، علمنا يعني ايه اداره، يعني ايه تقدر تشتغل في اكتر من 20 30 حاجه في وقت واحد، يعني ايه كلمه مسؤول. وده هنا اللي دي أهم بينفذه حاجة طبعا، بالظبط، وده هنا اللي بينفذه الجيش المصري وبيعلمه لشبابنا. فانا أكيد ببقى مبسوط جدا بحجم وكم الجيش المصري اللي عندنا، لان انا عارف الفكره مش فكره جيش وسلاح وخلاص، الفكره كمان بيعلموا الشباب أكيد اداريا يقدروا يتصرفوا ازاي ويقدروا يبقوا تأمين رجال اعمال والأمان ازاي. بالظبط يا والثقة فندم، فيهم ده هناك برضو، الموضوع على اعلى مستوى. أكيد فبصراحه يعني اللي هو رفيق يعني بغض اثر فيا النظر بشكل طبعا كبير ماليش يعني. دعوة بالضباط التانية، هو في ناس محترمين مش كله. تمام، بس ف هقول لحضرتك حاجه، احنا عندنا معلومه بتقول دايما كل حته فيها الحلو وفيها فيها الوحش. الوحش اه تمام، اكيد بس بصراحة احنا الحمد لله اكيد بفضل ربنا احنا دايما بنقابل الحلو بس يعني، طبعا الحمد طبعا لله بفضل ربنا يعني. فلا بصراحة القيادات اللي احنا بنتعامل معاها، وزي في ناس الضابط تشرف محمد طبعا، ناس ما العسقلاني. شاء الله عليها اه محترمة طبعا الضابط اكيد محمد العسقلاني ده عندنا لما بيبقى موجود في الشارع الناس بتحب تقف تسلم عليه، انسان